مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المغاربي، نطل فيها عليكم هذا الأسبوع من مدينة قسنطينة الجزائرية عاصمة الثقافة العربية لهذا العام. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء نطلع على سر الجسور المعلقة التي تتميز بها هذه المدينة، كما نتحدث عن فن المالوف الذي يميز مدينة قسنطينة، ونتحدث أيضا ونطلع على آخر الاستعدادات ل فعاليات تظاهرة عاصمة الثقافة العربية. أهلا وسهلا بكم. أزقة ضيقة وعتيقة، لكنها تخبئ بين جدرانها حملا من التاريخ في قسنطينة، المدينة الجزائرية العريقة التي تستضيف فعاليات عاصمة الثقافة العربية لعام 2015. في هذه المدينة ولد وأبدع كبار المثقفين في الجزائر كالعلامة الشيخ ابن باديس والمفكر العالمي مالك بن نابي والأديب مالك حداد والكاتبة أحلام مستغانم. وعلى هذه الجسور وقفت مجد الرومي وجمال سليمان وكثير من الفنانين العرب والشخصيات العالمية. وبرغم كل المنجزات الثقافية في المدينة، إلا أن الكثير من سكان المدينة العتيقة يبدون استياءهم مما يعتبرونه إهمالا للمعالم التاريخية والدينية ذات العلاقة بنشاط جمعية العلماء المسلمين في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، كالجامع الأخضر الذي كان العلامة ابن باديس يلقي دروسه فيه. تنام قسنطينة هذه الأيام على وقع الاحتفالية الثقافية العربية، على أمل أن تستعيد المدينة نفسها الثقافي والتاريخي الذي أخمده النسيان. أهلا بكم من جديد. على امتداد أشهر طويلة مشاهدينا الأعزاء، تحتضن قسنطينة عاصمة الثقافة العربية فعاليات أدبية وفكرية ومسرحية مختلفة. خلال هذه المقابلة مع وكيل وزارة الثقافة في قسنطينة، سنحاول الاطلاع على أبرز هذه الفعاليات وعن مدى استعداد السلطات الجزائرية لمثل هذا الحدث. سيد جمال فغالي، مدير الثقافة في ولاية قسنطينة، أهلا وسهلا بك. أولا، لماذا وبأي وفق أي معايير تم اختيار ولاية أو مدينة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية؟ أولا، قسنطينة تتكي على تاريخ عريق يمتد لأكثر من 3000 سنة بالتمام والكمال. الدولة النموذجية الأولى التي كان يتزعمها ماسينسين جدنا الأول، وضريحه ما يزال الآن قائما يشهد على هذه الحضارة التاريخية في الخروب الذي يبعد عن 20 كيلومترا عن مدينة قسنطينة. هذه الذاكرة أيضا أنها تنغرس في جغرافيا فريدة من نوعها، إذ تصاعد من خلال حجرة هي الصخر العتيق، ولذلك كانت في زمنها الأول تدعى قرطا، ثم سرتا، ثم رأس الدار، ثم تيدار، ثم عش النسري، ثم الصخر العتيق، ثم مدينة الجسور المعلقة. كل ذلك جعل من هذه المدينة قدوة لكثير من الزائرين والزائرات، ولهذا كانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي بهذا الملف الذي يحمل هذه الأعلام التي تمتاز بها مدينة قسنطينة تاريخا وحضارة. ومن هنا كان الملف دسما وخصبا وثريا بكل هذا الذي تحتويه قسنطينة وعليه. أنت تحدثت عن الجانب التاريخي لقسنطينة، تاريخ كبير. نعم. هل نتوقع أن تعيد هذه التظاهرة، يعني أمجاد قسنطينة، أن تعيدها إلى دائرة الضوء؟ هناك من يقول أنها مدينة مهملة للأسف. يعني أولا، إن الفائدة الكبرى من أن تكون قسنطينة أو أي مدينة أخرى، الفائدة من كل ذلك أن تستعيد تاريخها وأعلامها وثقافتها وإبداعها أيضا، وأن تستعيد وجهها الحضاري الإنساني الذي كانت عليه في أحقاب قد مرت من هنا. بالتأكيد أنني حينما تحدثت عن ماسينسين، ستكون هناك ملتقيات تستعيد هذه الذاكرة النوميدية الأمازيغية. ابن باديس العلامة العارف رئيس جمعية العلماء المسلمين، والذي احتفلنا اليوم برمزية وفاته بداية لهذا العلم الذي أعطانا إياه، يؤكد نحن أمازيغ عربنا الإسلام.
سنعيد الذاكرة من خلال. طيب بما أنك تحدثت عن التظاهرات. نعم. حدثنا عن التظاهرات التي ستنتظم خلال هذه الأيام وطيلة يعني طيلة السنة تقريبا. السنة ستبدأ بالمسرح. ستكون المسرحية الكبرى التي قد أنتجها المسرح الجهوي لقسنطينة بداية هذه الاحتفالية الكبرى. وأعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما واعيا مثقفا مدركا لحقائق الوجود. ستكون صالح باهي المسرحية البداية الأولى. بعدها مباشرة سيكون ليالي الشعر العربي وسنبدأها بفلسطين باعتبار هذه اللحمة التي ينبغي أن تكون لفلسطين في علاقتها بالدول العربية وهي القضية الجوهرية التي هي الأولى وهي القضية الجوهرية التي ينبغي أن نعيد لها الاعتبار. خمسة شعراء من فلسطين سيكونون هنا مع شاعرين من الجزائر ليكون هذا التلاحم، ثم تستمر الفعالية الثقافية. هناك برنامج كبير في الملتقيات تتعلق بجمعية العلماء المسلمين، تتعلق بغرطة الأمازيغي الأول، تتعلق بكثير من المهرجان الثقافية والموسيقية. هناك المهرجان الثقافي الدولي للمالوف، هناك المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد، هناك المهرجان الوطني للشعر النسوي، هناك المهرجان الدولي الثقافي للجاز. يعني هناك حركية ثقافية، هناك ما يتجاوز أكثر من معرض فني. كلامك جميل. وكتب ستصدر في هذا الإطار. كلامك جميل، ولكن أنت قلت في معرض كلامك أنكم عرب أمازيغ عربكم الإسلام. نعم. طيب هناك بعض الفنانين الجزائريين مثل إيدير مثلا على سبيل المثال قاطعوا هذه التظاهرة ورفضا لمسألة أن تكون قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. ما زلت هناك هذا الإشكال بين إشكال الهوية يعني بين الثقافة العربية والأمازيغية، هذا ما زال موجود؟ أولا ينبغي أن لا نتنطع وينبغي أن نقول الحقائق كما ينبغي لها أن تكون. هل سمعت فيما سمعت أن القاهرة وقد كانت عاصمة الثقافة العربية؟ هل قال المصريون وقتها نحن فراعنة يجب أن نقاطع هذه التظاهرة؟ هل قال العراقيون وقد كانت بغداد عاصمة للثقافة العربية؟ هل قال العراقيون إننا آشوريون ولا يمكن أن نكون عربا؟ التاريخ صيرورة دائمة تبدأ كي لا تنتهي أبدا. بل علينا أن ندرك هذا الثراء الكبير لهذا التاريخ الذي تمتاز به قسنطينة. علينا أن ندرك أننا نمتلئ بهذا التاريخ وعلينا أن نقدمه بالصورة المثلى. ولكن سؤالي يعني سيد جمال، لماذا لم تحتوي وزارة الثقافة هذا الإشكال؟ أولا من قال أنها لم تحتويه؟ وهناك فنانون كبار يغنون الأمازيغية، يغنون لغة الأم، وعلينا أن نحتويهم وأن ندعوهم وسيجيئون وحدانا وزرافات من أجل أن يعيشوا اللحظة الحاسمة الفارقة التي جعلت من قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. ندرك تمام الإدراك أن قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، هي عاصمة للثقافة العربية ولكنها أيضا هي عاصمة لهذا الفن الذي ينبغي أن يكون حاضرا. هي عاصمة أيضا لأبنائها وبناتها من الرجال والنساء على السواء. ندرك تمام الإدراك أننا أمام قضية جوهرية، وهو أن نسعى لكي تكون هذه الثقافة في جوهرها هي هذه المحبة، هي هذا الخير وهذا الجمال الذي فينا والذي ينبغي أن يصدر منه. هناك مثقفون أيضا عبروا عن امتعاضهم مما سموه إقصاء من وزارة الثقافة وتهميشا لهم، كيف تعاملتم مع هذا ولماذا هذا الإقصاء إن صح؟ أولا هذا كلام إعلامي يطاله، وأنا لا أتعامل مع هذه التصريحات التي يمكن أن تكون من هنا وهناك. أتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبار ابن هذه الدولة وإطار فيها، وأعلم دقائق الأشياء. أدرك تماما أن هذه الأقاويل التي تنقال هنا وهناك هي ضرب من الاحتيال على الذات وكذب عليها. نحن ندرك أننا حينما تم الاختيار قسنطينة مثلما تم اختيار العاصمة في وقت من الأوقات 2007، مثلما تم اختيار تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، تم اختيار قسنطينة لكل هذه الذاكرة التاريخية التي تمتاز بها. ندرك أننا نحن في لحظة ينبغي أن نعانق فيها أحدنا الآخر. يعني حسب كلامك كل شيء عال العال كما نقول، يعني لا توجد إشكاليات. اسمعني. هناك من يقول حتى أن هناك إشكاليات على مستوى التنظيم، على مستوى الاستعداد لهذه التظاهرة. الصحافة الجزائرية طيلة الأسابيع الماضية تتحدث عن هذه النقطة، نقص في الاستعدادات. أتدري نحن أمة من المحيط إلى الخليج نحب أن نجلد أنفسنا بشكل مجاني ونقزم يعني. ونقزم ما ينبغي أن نقدمه للناس. أنت تقف في ساحة الشهداء، أنت تقف حيث امتداد عبان رمضان، أنت تقف حيث هذا التاريخ الذي تمتلئ به العاصمة، وخلفي قصر الثقافة محمد العيد الخليفة. بعد لحظات بعد سويعات قليلة يتم تدشينه،
لكي يكون صورة كان ينبغي أن كان لا يمكن لها أن تكون لولا عاصمة الثقافة. القاعة الكبرى التي تسع 3000 مقعد بالتمام والكمال صورة فريدة مما وصل إليه عمران هذه المدينة. ثم يجيء الذين يقولون لهم أن يقولوا بيننا وبينهم هذا الذي نحياه الآن ونعيشه لحظة بلحظة. أنا عشت 3 سنوات بالتمام والكمال أسعى مع السلطات المحلية المركزية والمحلية من خلال الجمعيات ومن خلال المجتمع المدني ومن خلال العائلات القسنطينية كبارا وصغارا على السواء. حلمنا بأن تكون اللحظة كانت البارحة في ذلك الاستعراض الشعبي الباهر الذي قل نظيره في أي دولة من الدول. أعطيني مثالا واحدا على أن دولة أي دولة وأتحدى أنها قدمت استعراضا بذلك الحجم الذي صفق له الجمهور وامتلأت به جميل. شوارع قسنطينة. طموحك جميل جدا طموح مشروع وشرعي. هل تعد هذه الجماهير الواقفة إلى جانبنا الآن بأن الاهتمام بمدينة قسنطينة لن يكون موسميا فقط بمناسبة عاصمة الثقافة العربية وثم نقلب الصفحة وخلاص؟ جئتني للسؤال الأهم. ينبغي أن نعلم جميعا، يعلم القسنطينيات والقسنطينيون، يعلم الجزائريات والجزائريون، يعلم العرب حيثما كانوا وأينما وجدوا، أن 16 هو افتتاح رسمي لعاصمة الثقافة العربية، هو بداية لا انتهاء لها، بداية للمشاريع التي لم تكتمل، بداية للنشاطات الثقافية التي لن تتوقف. وهم يعرفون هذه الحقيقة وسيعيشونها لحظة بلحظة وشهرا بشهر وسنة نحن نعمل من أجل الأجيال التي ستجيء. سيحاسبنا التاريخ ونحن لا نحب أن يحاسبنا التاريخ. شكرا جزيلا لك سيد جمال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، ونحن في مدينة قسنطينة لا يمكن ألا نتحدث عن المعمار الفريد بالنوع الذي تتميز به هذه المدينة، وخاصة قصة الجسور المترامية الأطراف من هنا وهناك التي تتميز بها هذه المدينة. إلى جانبي الأستاذ عبد القادر الطيني وهو باحث في تاريخ مدينة قسنطينة. أهلا وسهلا بك سي عبد القادر. أهلا بكم وأهلا وسهلا بكم. الله يخليك. في مدينتنا العريقة. سؤالي الأول سي عبد القادر، يعني هذه المدينة شيدت فوق صخرة. نعم. ما هي هذه القصة؟ يعني كيف تمت الحكاية؟ هذه الحكاية تمت سنة بعدما بنيت مدينة قرطاج في تونس عام 814. الفينيقيون أسلافنا، جزء كبير من أسلافنا هم الفينيقيون، كانوا يتاجرون مع أهل هذه المنطقة، وبعد ذلك وصلوا هنا
وبنوا مدينة صغيرة على مرتفع يعني المؤرخون يقولون هي اسمها قرطة، قرطة القديمة قسنطينة، يقولون باللغة الكنعانية قلعة حصينة، وآخرون يقولون لا قلعة قصيرة. يعني عفوا مدينة صغيرة، مدينة صغيرة، ويقارن بين اسم قرطاج وقرطة. فإذا قرطاج مدينة كبيرة وقرطة مدينة صغيرة. صغيرة بنيت على صخر عظيم موجود، يعني موجود لليوم، لليوم هي مدينة صخور لأنها مبنية على الصخور. وبإمكانكم تتأكدوا لما نلتفت في هذه المنطقة وسنرى حتما أن المدينة هذا العتيقة، هذا الطابع الخاص، الخاص مثل هذه المدينة إنها مبنية فوق صخرة. يعني يعطيك صحة. طيب نحن الآن على صخرين، نحن الآن فوق يعني أكبر جسم في العالم مشيد من الصخور. نعم، هذه المعلومة دقيقة؟ دقيقة. طيب جدا. أحكي لنا على هذا الجسر. يعني هذا الجسر بني عام 1902 من طرف المهندسين الفرنسيين كمشرفين، ولكن الذين أنجزوا هذا العمل الممتاز هم أبناء قبيلة زواغا شمال قسنطينة. كانوا متخصصين دوما وأبدا، وخاصة منطقة فرجيوة، بالبناء الحجري منذ مئات ومئات السنين. كما استفادوا من خبرة الأندلسيين الذين التحقوا بالمنطقة عام 1550 وتعلموا الحرفة من هؤلاء الوافدين من الأندلس، كصناعة الفخار وصناعة الأثاث والبناء الحجري والمجرات. طيب نحن يعني حسب ملاحظتي هذا الجسر تم إعادة ترميمه في أكثر من مناسبة، صحيح؟ نعم، في ثلاث مرات. أولاً سنة 1952 وقع فيه شرخ في هذه المنطقة، فقط سقطت حجور، وأعاد الفرنسيون إعادة الحجارة التي سقطت بكيفية ممتازة، علينا نعترف بهذا. بعد ذلك في سنة 1990 انهار جزء من هذا الجسر في هذا الجانب، يعني في هذا الجانب هذا، ورمم بمساعدة مهندسين إيطاليين ومهندسين جزائريين. بعد ذلك هذا الجسر هو حتما سيعاد تجديده خلال سنوات قادمة. طيب تسمية هذا الجسر سيدي رشيد؟ طيب لماذا هذا الاسم؟ هو نسبة إلى أحد إلى أحد رجال الصالحين، الأولياء الصالحين، من أولياء الصالحين، وقبره يوجد هنا في تحت هذا الجسر، تحت في المسجد هنا تحت هذا الجسر. طيب مدينة قسنطينة تتميز أيضا بعدة جسور أخرى. نعم، حدثنا عن هذه الجسور. هذه هي يعني قسنطينة تتميز بأربعة جسور ممتازة. أولا جسر سيدي مسيد كله معدني وليس حجري، هذا. ثانيا جسر علي ملاح الذي كان يدعى سابقا باسم الجنرال القتيل في معركة قسنطينة الثانية المسمى بيريغو. بعد ذلك نجد جسر حجري أيضا، الرابع جسر الحجري هو باب القنطرة، وما زال على أحسن ما يران. هذا جسر معلق يعني كله حجر. لا هذا وكذلك الجسر الآخر ممكن نشوفوه من هنا. سنمر إليه. نعم. طيب يعني هل استفادت قسنطينة من هذا الطابع المميز؟ يعني أكيد استفادت كثير من هذا الطابع المميز بفضل يعني السواح قبل الفتنة الحمراء. يعني العشرية الحمراء التي مرت بها كل الجزائر بخاصة مدينة قسنطينة، حيث هجر الكثير من سكانها من هذه المدينة وتوجهوا نحو الجزائر العاصمة ووهران هروبا من العنف اللي كان يجري داخل المدينة، بالإضافة إلى سكان الأرياف الذين فروا من المجازر الرهيبة التي ارتكبها الإرهاب في حقهم. منذ ذلك يعني منذ تلك السنين قسنطينة تعرضت إلى إهمال شامل. تعرضت إلى إهمال شامل. ولازالت تعاني منه إلى يومنا. ولازالت تعاني منه إلى يومنا هذا، ولكن على كل حال أن الرئيس بوتفليقة أن نعترف له يعني المجهودات التي
بدلها من أجل إعادة قسم إعادة الاعتبار إلى مدينة قسنطينة التاريخية التي يبلغ عمرها حاليا حوالي 25 قرن. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة من برنامج المغاربي. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا الأعزاء مع ضيوف كل من السيدة حليمة علي خوجة وهي رئيسة قسم التراث اللامادي والفنون الحية ضمن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. أهلا وسهلا بك سيدة حليمة. والسيد عبد الملك مرواني وهو أستاذ وباحث في الموسيقى وعضو في اللجنة العلمية في قسم التراث هنا في محافظة قسنطينة. أبدأ معك سيدة حليمة، يعني ونحن نعيش هذه الأيام، يعني قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، لطالما ارتبط اسم قسنطينة بالمالوف بفن المالوف، ما هي القصة؟ قبل كل شيء أهلا وسهلا بإخواننا العرب وضيوفنا العرب بمدينة قسنطينة، وشكرا لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية على استضافتنا لهذه الحصة التلفزيونية. بالفعل قسنطينة معروفة بالمالوف، والمالوف مدرسة من المدارس النوبة بالجزائر، وتعرف الجزائر بثلاث مدارس. أولا عندنا الصنعة بالجزائر العاصمة والغرناطية بتلمسان، أما قسنطينة معروفة بالمالوف. نعم، المالوف وهو مغنى، وأسس هذا المغنى هناك نصوص أدبية عربية كلاسيكية فيها نصوص شعر منظم. والمالوف بقسنطينة أولا وقبل كل شيء يعني منه الذي حافظ عليه وهم المشايخ القدماء رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه، فكانوا لا مش خراج من خريجي الجامعات أو المدارس الموسيقية، بل كان مجرد هواية وحفظ وسمع. وكان المشايخ أنذاك يعني ينتمون إلى الزوايا، زاوية عنصالة، زاوية العيسى، وزاوية الرحمانية، فكانوا يحفظون القرآن الكريم والصريضة النبوية الشريفة. فيعني تهذبت يعني خلقهم وأخلاقهم، وأيضا تمكنوا من أدبيات اللغة العربية وقواعدها، فأفصحوا في المغنى الموسيقي، فإذا به الطابع الموسيقي المالوف. ومعنا الأستاذ. نعم، وأنا سأسأل يعني السيد عبد الملك، يعني متى ظهر المالوف في قسنطينة؟ هو في الحقيقة الجزائر غنية بمختلف أنواعها الموسيقية، وعندنا في الجزائر النوع الفولكلوري، عندنا الفن الشعبي اللي هو مبني على الملحون، الشعر الملحون. أما فيما يخص الموسيقى الكلاسيكية المغربية ذات الصلة الأندلسية، وحنا اللي معروف عندنا في قسنطينة بالمألوف ونوبة المألوف. نوبة المألوف هو معناها يتناوب فيها التأليف الغذائي والتأليف الآلي، وتتألف من سلسلة من الألحان متتابعة، بعضها مقرون بأقاويل شعرية تكون أساسا من الموشحات والأسجال، وبعضها آلي بحت كما نسمونه نحن مثل البشارف والتواشي والكراسي. هذا هو المالوف. المالوف القسنطيني، نجد أيضا المالوف التونسي، المالوف الليبي، ولكن المالوف في المالوف القسنطيني، المالوف القسنطيني له خصوصياته في طبوعه وأوزانه، في أوزانه حتى في الترتيب. النوبة القسنطينية في المالوف القسنطيني له خصوصيات. طيب سنفصل قليلا في الخصوصيات، ولكن أجبني عن متى ظهر المالوف في قسنطينة. يعني هو في الحقيقة في القديم ما عندناش ما يثبت بالضبط وبالدليل القاطع، وكما مشهورة المقولة من فقد الدليل ضل السبيل، يعني لا يوجد تاريخ ربما دقيق. نعم، لأننا نذكر على سبيل المثال ولا للحصر نوبة الرصد عندنا نجد مقطوعة من شاعر ابن زمرك الأندلسي اللي هو شاعر بتاع القرن 14
نجد فيها أيضا مقطوعة لشعر من القرن 13. طيب يعني معناه أن تركيب النوبة كان في القرن 17 أو 18، ولا يوجد لدينا دليل حتى الآن، لأن الاستعمار الفرنسي دمر الشيء الكثير، ولهذا الفضل تاع المشايخ اللي في قسنطينة اللي حافظوا مهما الصعوبات مهما الظروف اللي كانوا عايشين فيها وحافظون على هذا الإرث اللي نحن اليوم من خلال أبحاث نحاول كما تقول نسترجع شيئا فشيئا. جميل. سيدة حليمة، بما أننا نتحدث عن الجانب التاريخي، هناك جدل، البعض يقول أن المالوف في قسنطينة يعني أصوله يهودية وله علاقة باليهود الذين كانوا يقطنون هنا، ما يعني ما أصول هذا الجدل؟ كيف تطورت هذه القصة؟ والله يا أستاذ فاجأتني بهذا السؤال، لكن جوابي سيكون تاريخي وله طابع علمي، وله طابع علمي ولكل سؤال جواب. أكيد. نعم، نرجع إلى الفترة الاستعمارية التي توقف عنها الأستاذ سمرواني. الجزائر هي معروفة بثقافتها وتراثها ودينها الحنيف، وديننا الإسلامي فهو دين التسامح ودين استقبال الغير، لما الغير يأتي بعفوية ويأتي برحمة ويأتي بسلام، لما الأجنبي يضيف إضافة طيبة ثرية فأهلا وسهلا بك. فبالنسبة لسؤالكم، يعني كما نقول لا كوميونيتي جويف، نعم لا كوميونيتي جويف اللي كانت موجودة في الجالية اليهودية، في الجالية اليهودية كانت موجودة في العالم، في المغرب كله، يعني من المغرب إلى تونس إلى ليبيا إلى الجزائر. فهذه الجالية يعني وجدت قبل الاستعمار الفرنسي، فإذا كانوا ماخدين الطباع والموروث الثقافي لهذه المناطق، ليس كذلك؟ فإذا به. وأما المغنى فهو أيضا عنصر مكون للموروث الثقافي لهذه المنطقة أو المغرب العربي يعني كمنطقة. فإذا به الجالية اليهودية يعني تطبعت على الطباع التقليدية للقسنطينيين من الأكل والشرب والجلوس والمشي والاحتفالات والولائم إلى غير ذلك. فإذا به الموسيقى أيضا دخلت في طباعهم اليومية. فلما كانت عندنا مصنع التبغ والكبريت بمدينة قسنطينة، مصنع قديم لعائلة بن تشيكو، وكان والدي رحمه الله سي حسن علي خوجة هو شيخ من المشايخ نتاع المالوف، كان يعمل هناك، وكانوا كل المشايخ المالوف يأتون هناك، يعني كانت كأنها يعني بيت شعري بيت للموسيقى بعد ساعات العمل إلى غير ذلك. فكانت الجالية اليهودية تعيش في هذا الجو، يعني هي استلهمت من الواقع. نعم. فسمعوا هذا المغنى فأحبوه، والقسنطينيين لم يبخلوهم بهذا المغنى فتعلموا. إذن المشايخ فهم قسنطينيين عرب مسلمين، أما من الأطراف من الجالية اليهودية كانوا تلاميذ عندهم. والمؤكد أن المالوف لما يغنى الآن في فرنسا من طرف الجالية اليهودية يغنى باللغة العربية الفصحى، ولا يغنى ولا بالفرنسية ولا بالعربية كما يغنى هنا في قسنطينة. سيد عبد الملك، بما أنك كنت تتحدث عن خصوصية المالوف القسنطيني، هل حافظ يعني المالوف القسنطيني على أصوله القديمة؟ يعني كنت تتحدث عن نوبات تعود إلى قرون سابقة، أم أنه أيضا واكب التطورات التي عرفتها الموسيقى العربية بشكل عام؟ وهذا اللي حبيت نكمل دور الجالية اليهودية. احنا لا ننسى أن الموشح لمبني عليه النوبة هو ابتكر في الأندلس، ويقول ابن خلدون وكثير من المؤرخين أنه أول من ابتكره هو مقدم ابن معافى القبري شاعر الأمير عبد الله بن محمد المروادي، وكانوا شعراء من بعده مثل عبادة القزاز، عبادة ابن ماء السماء، وكان يهودي مشهور
إبراهيم ابن سهل الإسرائيلي اللي عنده مقطوعة مشهورة في مدينة قسنطينة ألا وهي بكية الغمامي، وممكن السي عباس من بعد يعطينا منها سنستمع مقطع هذا. طيب خصوصية المألوف في قسنطينة، كنت تحدثني عن هذه النقطة، بما يتميز؟ يعني هو يتميز بأوزانه التارية، له أوزان خاصة، نذكر على سبيل المثال ميزان المصدر، المصدر نقوله بالقواعد الموسيقى العصرية والعالمية نقوله 16-8 16 على 8. لو 16-8 هذا احنا في قسنطينة له في الميزان، في الميزان في الحركات الإيقاعية له لون خاص به. عندنا الدرج الداريج، ميزان الداريج تاني له خصوصيات في مدينة قسنطينة، يعني نجد عدة أوزان تستعمل في المألوف القسنطيني ولا تستعمل في المدارس الأخرى. هل هناك مميزات أخرى؟ والله هو يتحدث وأنا أؤكد، لكن هل ممكن إضافة؟ فإذا استطيع أن أضيف أمرا، المألوف يغنى في هدوء تام، يعني له شاعرية. لما يغنى المألوف الكل يستمع في هدوء ويتألق بروحه وبسماعه. هناك حالة روحية يعني. نعم، وعنده نقطة فنية جميلة جدا، ويغنى إلا في مجالس، يعني وكأنها مجالس أدبية. أما الأوزان الأخرى والطبوع الأخرى مثل الزجل أو الحوزي أو المحجوز إلى غير ذلك، فهذه تمشي للخفيف وفيها أيضا يعني شعر، وكأنه شعر يعني في متناول الجميع. نعم، وهذا اللي حبيت نأكده. في العراس كما يقول الولائم، لون الزجل اللي موجود في قسنطينة بإيقاعاته الخاصة، وإحنا كما نقوله في مدينة قسنطينة احتضنوه المشايخ، ونقوله تاني نسموهم بالحشيشية، ويعزفون هذا النوع الموسيقي والغنائي بالدف والسنجان، والسنجان اللي نقوله إحنا نحن في قسنطينة الزنوج وبآلة الإيقاع مثل الدربوكة أو الطار. هذا النوع خاص بمدينة قسنطينة تاع الزجل، وأيضا بالخماسة. لأن معنى الزجل هو الطرب برفع الصوت، وهما يستعملوا هذا رفع الأصوات. كنت تحدثت عن الأعراس والأفراح. نعم. في قسنطينة يعني يغنى المألوف في الأعراس والمحلية. نعم، كل العائلات القسنطينية المتمدنة بقسنطينة نعم يعني تحضر الآلة، وتحضر الآلة يوم العرس يوم الزفاف، لكن تحضر للرجال فقط. أما النساء عندهم الفرقة نتاعهم، فرقة البنوتات أو فرقة الفقيرات، فإذا به النساء عندهم الفرقة نتاعهم والرجال أيضا. وأيضا في صباح العرس احنا نقول له الصباحة، أيضا تقدر تيجي الآلة، وتقدر تيجي أيضا العساوة. يعني عندنا مزيج وعندنا ثراء في السماع. هناك مزيج بين السماع الروحي، لأنه كله يعني أخلاق ومديح ورونق وكذا، والمألوف أيضا فيه نصوص أدبية جميلة جدا. وهناك مشايخ اللي قبل ما يدخلوا للمقاطع تاع المألوف يبنون الساعة بالاستخبارات. نعم، كما الاستخبار اللي غني بابا سونا، انا في سبيل المجد ما انا فاعل، اليس كذلك؟ نعم. سيدي يعني عبد الملك، هل يمكن ان نقول، لا ننسى، سامحني ولا ننسى الافتتاح لكل اعراس والاختتام حفلات الاختتام بالهدوة. عندنا طبع خاص تاع الهدوة، يعني يكون في كل حفل، هو شبه نوع فولكلوري يعتمد على المزمار الزرنة كما عندكم في تونس والطبلة وهذا. سؤالي هو، هل يمكن أن نقول أنه المألوف صمد يعني الآن في قسنطينة؟ نعم. في وجه الفنون وأنواع الغناء والموسيقى التجارية الجديدة؟ لا لا، والله هو متجدر. لا بارك الله فيك. نعم موجود، يعني هناك حالة صمود. أقول لك لماذا؟ لو ترى يعني باقة الشباب الذين يحبون المألوف
لا تدهش فيهم يعني أصوات و... حتى من الشباب. نعم نعم, نعم. نعم حتى من الشباب, يعني آخر من الشباب هو عدلان أنا أظن, الله يبارك عدلان فرجاني حفيد سي محمد طاهر فرجاني, فهو يعني شاب لطيف يعني في أعز يعني 20 من عمره. وعندنا أيضا السي عباس ريغي نعتبره الشباب, عدلان عادل مغواش أيضا, دونك هادو كلهم يعني شباب. وبالإضافة هناك أيضا جمعيات, جمعيات تعمل وك أنها مدارس, وبل هي مدارس أيضا, مدارس تعلم الشباب يعني فتيات وذكور تعلمهم في المغناء المالوف من الناحية التقنية والناحية الفنية الجمالية. سيد عبد الملك, يعني ما سبب هذا الصمود؟ نعم, يعني لماذا صمد المالوف؟ هما في الحقيقة صمد لأن هذا المشايخ بفضل الله ثم بفضل المشايخ حبوا يرفعوا, أرادوا أن يرفعوا التحدي نحو الاستعمار الفرنسي. نعم. لأن الأغلبية الجمعيات اللي تأسست في مدينة قسنطينة لا ننسى أنها تأسست في حوالي 1930 لما كان الاستعمار الفرنسي يحتفل بالسنتولار كما نقول المئوية لتاع احتلال مدينة قسنطينة. في هذاك اللحظة وين الشيخ عبد الحميد بن باديس والمشايخ تاع مدينة قسنطينة باش يبينوا الاستعمار, لأننا عندنا ثقافتنا, عندنا فننا, عندنا تراثنا, لغتنا. الأغلبية تاع الجمعيات الفنية والثقافية والرياضية تأسست في هذيك في تلك الفترة, لا تلاحمت مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. يعني الفن والأدب والفكر والدين, كان هناك تناغم يعني. نعم تناغم, وأصبح صرحا يعني صرحا يدافع عن الهوية الوطنية الجزائرية. شكرا, شكرا لكم على هذه المصافحة الجميلة وعلى هذه المعلومات. تحيا بكم كل أرض تنزلنا بها, تحيا بكم كل أرض تنزلنا بها, تحيا بكم كل أرض تنزلنا بها, كأنكم في بقاع الأرض أمطار, وإن حللتم بقسنطينة فحنيسركم, وإن حللتم بقسنطينة فحنيسركم, كأنكم فيها كأنكم فيها رياح وأعطار. فلو حاش الله قلبي من محبتكم, فلو حاش الله قلبي من محبتكم, آلين يا من لكم في الحشا عز ومقدار. شكرا لك عباس ريغي, أنت فنان قسنطيني شاب من هنا من قسنطينة. سؤالي الأول عباس, يعني لماذا اخترت المالوف؟ لماذا ليس راي راب أو أي فن تجاري آخر ربما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا باسمي وباسم سكان مدينة قسنطينة باسم كل الفنانين نرحب بكم في هذه المدينة. الله يخليك. ميولنا إلى المالوف هو أولا ما عندناش اختيار لأنه يمثل الأصالة نتاعنا، يمثل تراثنا. الميول إلى المالوف يعود إلى عدة أسباب. أولا النشأة في العائلة، فأنا نشأت في عائلة من متذوقين هذا الطرب الأصيل، سواء كان الوالد أو الوالدة أو الإخوة، فالنشأة أو الجو العائلي وجدت بيئة حافظة، وجدت بيئة يعني محافظة ومستمعة للموسيقى الكلاسيكية. طيب كيف تعلمت المالوف؟ تعلم المالوف أولا يجب أن تحب الموسيقى هذه. قبل الولوج إلى كل ما هو تكوين يجب أن تكون هناك الرغبة في تبني هذه الموسيقى. وأنا قبل الدخول إلى ميدان الموسيقى الأندلسية بدأت في الزاوية، يعني في مكان مقدس كما نقوله، وأنا مريد من مريدي الطريقة الرحمانية المعروفة في مدينة قسنطينة، والتي يعود نسبها إلى الشيخ الفقيه سيدي عبد الرحمن باشا ترزي، دفين مدينة قسنطينة وأحد علماء هذه المدينة وأحد مؤسسي هذه الطريقة هذه. طيب يعني كيف أو في أي إطار تنشط يعني؟ نعم. كيف تعرف بفن، كيف تحافظ على المالوف يعني؟ أنت شاب الآن. نعم أنا بدأت في حركة جمعوية بعد الزاوية، وتعلمت على يد شيخ قدور الدرسوني. الميدان نتاعنا يعني اللي نمارسوا فيه هذا النشاط أولا أساسه والمنبع تاعو هو الحركات الجمعوية دائما، يعني نبدأ في جمعيات، هذه الجمعيات تكرس العمل تاعها دائما في المحافظة على التراث من خلال تلقين الموسيقى الأندلسية للشباب، يبدأ سنهم من سن سبع سنوات ثمان سنوات، تبدأ هذه الجمعيات في تلقين الشباب والأطفال حتى، وهذا محافظة منها على التراث. يعني نشاطكم هواية وليس مهنة؟ هو هواية، هو يبدأ بالدرجة الأولى هواية، لكن مع مرور الزمن ومع اكتساب الخبرة يصبح الإنسان وخاصة الفنان عندما يكتسب اسم ويعود السيرة الذاتية الفنية تاعو يعني حافلة بالمشاركات في عدة مهرجانات، ما يخرش من إطاره كهواية، ولكن يعود الإنسان مختص في الميدان نتاعو يعني. طيب بما أنك تحدثت عن المهرجانات، نعم، هل هناك مهرجانات خاصة بالمالوف في قسنطينة؟ نعم. وفي الجزائر بشكل عام؟ نعم، هذا يعود الفضل إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية على رأسهم رئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة، أعطى اهتمام كبير للتراث وخاصة في العشرين سنة الأخيرة. كيف؟ من خلال ترسيم المهرجانات اللي راح نتكلم لك عليها، مهرجانات منها مهرجان الوطني للمالوف والمهرجان الدولي للمالوف. هذه مهرجانات كل عام يعني كل سنة رسمت يعني من طرف الدولة. هذه المهرجانات ساعدت بكثير في المحافظة على هذا الطبع، لأن المهرجانات وخاصة المهرجان الوطني يشارك فيه معظم الجمعيات المختصة في طبع الأندلسي، حتى من الجمعيات التي تأتينا من الجزائر العاصمة وهما يمارسوا طابع أندلسي ماهوش المالوف، يختلف عن المالوف، نشارك معهم في النصوص، هي نصوص أدبية ولكن نختلف معهم في طريقة الأداء وفي النغمات الموسيقية. المهرجان الوطني المالوف سمح للمشاركة حتى للجمعيات التي تأتي خارج قسنطينة، فمن خلال هذا المهرجان لاحظنا اهتمام الشباب بهذا الطابع، ومن سنة إلى أخرى لاحظنا أنه هناك اهتمام و كثرة الشباب. بما أننا نتحدث عن الذين الشباب الذين تبنوا الموسيقى الأندلسية وبالأس المالوف، وأنت شاب يعني، نعم، هل هناك بصمات أضافها الشباب على المالوف، على هذا التراث يعني القديم؟ أنت كنت تتحدث عن محافظة على التراث، نعم، هل هناك بصمات جديدة إضافات؟ هو مبدأ المحافظة يتطلب منا عدم المساس بالأصل، ولكن هذا لا يمنع من إضافة بعض الجماليات على الموسيقى. إذا تكلمنا بصفة دقيقة، النغمة الموسيقية النوبة والجملة الموسيقية لأحد ركائز النوبة لا يمكننا أن نغيرها تماما، ولكن
لسيرورة الزمان يعني النوبة في 2015 يجب علينا إضافة بعض الجماليات وتحسين التوزيع الموسيقي. هذا موجود؟ هذا موجود نعم. التوزيع الموسيقي قطعة موسيقية كانت تؤدى يعني بطريقة كلاسيكية محضة، يمكن وخاصة الحمد لله درك وصلنا في زمان عندنا إمكانيات، عندنا إمكانيات اللي تسمح لنا أن نضيف بعض الجماليات، وهذا من خلال بحوث واستشارة بعض الموسيقيين اللي يفوتونا في يعني اللي عندهم مستوى موسيقي، يعني هذا بحث لازم نقوموا به، ما نقدروش يعني نضيفوا أي حاجة يعني من عندنا، يجب استشارة أهل العلم وأهل الموسيقى يعني المختصين في الميدان. ولكن وصل علينا وقت أننا نضيف ونحسن التوزيع الموسيقي للنوبة، وهذا لتقريبها إلى الأذن. جميل جدا، شكرا لك عباس ريغي. نختم بعزوفة أخرى. نعم. نلت على يدها، نلت على يدها، ما لم تناله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي، والله ما حزنت، آه والله ما حزنت، أخت لفقدي أخ حزني عليه، وما بكت أم على ولدي، هم يا يحسدونني على، هم يا يحسدونني على موتي فوا أسفي، حتى في الموت فلا أخلو من الحسد. شكرا لك عباس. مشاهدينا الأعزاء بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المغاربي، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.